جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد المستمعين يقول: أسألكم، إذا حلق الإنسان شعر رأسه هل له أن يحرقه بعد ذلك أم أن ذلك غير جائز؟ جزاكم الله خيرا. إذا حلق شعر رأسه فإنه يلقيه في أي مكان، لأنه فضلة تخلص منه، فلا مانع أن يلقيه في الزبالة أو أن يدفنه في مكان، فالأمر في هذا سهل. وإذا أحرقه فلا مانع من ذلك إن لم يتأذى برائحته أو يؤذي برائحته. المهم أنه لا حكم له بعدما انفصل منه. نعم.